ندرك في كثير من القضايا أيدي خفية حركت كثيرا من مقاعد العلماء حتى أدارتهم إلى نواحي لم يكونوا يريدونها. يا دكتور أنا أريد يا حبيبي أيادي خفية أنت على الإعلام أنا على الإعلام أيادي خفية مثل إيش؟ يعني مش معقول يعني أيادي خفية الله يحفظك مساومة العلماء في مناصبهم، مساومة العلماء في أموالهم، في 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 حرياتهم ونحو ذلك. هذا الأمر لا ينبغي أن يغفل عنه في تجيل كثير من القضايا واستدرار كثير من الأحكام الشرعية. جميل. سواء في بلدنا أو في غيره أو غيرهم من بلدان العالم الإسلامي، تجد العلماء على لحمة واحدة ثم يتقلبون فيك ثم يصبحون أوزاعا. ولهذا تجد لو أردت من مسائل الدين كثير من القضايا أصبح فيها قولان في زمننا، بينما تجد على بل أكثر من قولان عشرة أقوال، ولهذا تجد على مر 14 قرنا تجد العلماء على قول واحد، ولكن في زمننا هذا لماذا؟ لأن أصبحت المساومة والترهيب. ينبغي أن ندرك هذا الأمر، أن العالم ينبغي أن يبتعد بماله ونفسه عن مواضع الفتن، ومواضع الفتن هي التي تقلب الأمور.